بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه كده عايز اتحيه وتقدير لكل العظماء مشجعين مانشستر سيتي اللي كانوا عارفين ومتاكدين ان رحيم ستيرلينج هيضيع الفرصه بتاع الدقيقه 77. دول مشجعين مانشستر سيتي الاصليين بجد، اللي هم احنا عارفين ان رحيم ستيرلينج دوره في الحياه ان هو جاي يجيب لنا الضغط والسكر، ووجوده في الملعب بتبقى حاجه مخيفه جدا. وطبعا احنا بنلعب في ملعبنا، ملعب الاتحاد، يعني ملعب الاتحاد، ورحيم ستيرلينج اساسي بانه مباراه ما يعلم بها الا ربنا. بس الحمد لله رب العالمين قدامنا رافا بينيتيز، وبينيتيز بصراحه يعني من غير ما نقعد نتكلم كتير على ايفرتون، ايفرتون عنده غيابات كبيره جدا، يعني سيجارسون، عنده ادريجو ميز، عنده كالفرت لوين اللي كان شغال بس السنه اللي فاتت مع انشيلوتي. فلما تلاقي كالفرت لوين وسيجارسون وادريجو ميز ضاربين عندك، فطبيعي انك تأدي اداء سيء. ده انت لو اتفرجت على الماتش بتاع توتنهام وايفرتون كنت هتشوف بلاوي يا راجل، ده كان حته دي ماتش بسم الله ما شاء الله، يعني لو اتفرجت عليه كان رفع لك الضغط، لا مفيش فرص وما كانش في اي حاجه خالص، فكويس انك ما اتفرجتش عليه. اما لو كنت فاهم ان ايفرتون هيعمل حاجه مع السيتي فلا عزيز، احنا فرقه كبيره برضه. اما لو انت من العظماء برضه اللي كانوا بيسالوا هو السيتي بيلعب ايه جوه الملعب، بصوا احنا كمشجعين مانشستر سيتي عندنا سؤال كده سالناه 500 مره لبيب جوارديولا، احنا بنلعب عرضيات ليه؟ احنا بنلعب عرضيات ليه؟ ما عندناش فرو، بنلعب عرضيات ليه؟ بيب جوارديولا النهارده قرر ان هو يبدا بكل بارمر مهاجم، وقرر ان هو يحط رحيم ستيرلينج يمين ومفترض في الفودن شمال. برناردو سيلفا طبعا موجود في نص الملعب مع رودري مع كاجندوجان. مفترض بقى ان لما الكره تروح ناحيه الشمال في الفودن هنلاقي زيادات لكاجندوجان مع كولا بارمر لمنطقه الجزاء. فمفترض كده ان احنا هنلاقي جاندوجان وكولا واقفين في منطقه الجزاء مستنيين الكره العرضيه، ومفترض ان هم بيكدوا الكره العرضيه طبعا مع دخول رحيم ستيرلينج منطقه الجزاء، بحيث ان رحيم مميز في الكرات العاليه. ودي مش عارف فكره جت لبيب جوارديولا منين، حته ان احنا رحيم مميز في الكرات العاليه، فلما في الفودن نلعب عرضيات هيبقى في ثلاثه في منطقه الجزاء. طب والكره عند رحيم هيخش في الفودن منطقه الجزاء مع زياده رودري يقف على الخط مع زيادات لعيب زي برناردو سيلفا هنا. فمفترض ان احنا دلوقتي هيكون عندنا زيادات كبيره جدا في منطقه جزاء الخصم، ومفترض ان احنا لما نلعب عرضيات نبقى بنرفع الاثنين بيجيدوا الكرات العاليه اللي هو جندوجان واللي هو بالمر. تمام يا عم تمام، لعبنا عرضيات كتير. هل كل الشغل اللي بيب جوارديولا اشتغل ايه ده؟ فات الفريق في حاجه؟ والله هي الكره الوحيده العاليه جت رحيم ستيرلينج، ومعنى ان هي جت لرحيم ما يستناش ان رحيم يسجل، الموضوع صعب جدا. بس المشكله بقى في ايه؟ ان رحيم جاب الكره الصعبه، الكره اللي هي اسيست جميل جدا من جو كانسيلو، وجو كانسيلو عطاها له بوش رجله الخارجي كده دوا يابا دوا 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 دوا. رحيم ستيرلينج خدها وان تاتش، يا ابن اللعيبه يا جو، والله علامه يا جو، والله على الاسيست ده. نخش بقى الشوط الثاني براحتنا ومرتاحين كده. الناس اللي بتتكلم عن محرز دكه، ليه محرز دكه؟ ليه قدام الفرقه دكه يا بيب؟ ليه الظلم الكتير ده؟ يا باشا عندنا ماتش قدام باريس سان جيرمان يوم الاربعاء، طب ما ليه؟ ما جيسوس كان دكه يا باشا، وجيسوس بيلعب اساسي الماتشات اللي فاتت كلها، فلما رياض وجيسوس يقعدوا دكه انا ابقى واثق ان هو يلعب بيهم ماتش باريس سان جيرمان يا باشا، ما عنديش مشكله خالص انه يقعدوا النهارده قدام ايفرتون ونلعب بيه قدام باريس، خصوصا ان رياض عنده حظ عالي على باريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان كسبنا واحنا محتاجين الماتش ده. فبالنسبه لي رياض مشاركته اساسي في ماتش باريس سان جيرمان افضل بكتير جدا من ان هو يلعب ماتش ايفرتون ويقعد دكه ماتش باريس سان جيرمان. الاجابه وصلت ولا لا؟ اما حته رياض بيظلم بيب والكلام، الكلام ده كبير جدا، والكلام ده اتكلمنا فيه مطول، واتكلمنا ان بيب جوارديولا بيخاف من الاعلام الانجليزي بس ما بيظلمش لعيبته بصراحه، يعني هو مدرب بيخاف من الاعلام الانجليزي بس في اوقات كده بيظلم، بس مش هنقعد نتطرق لينا عشان خاطر نلاقي ايفرتون يا جماعه هترجعوا في الجيم. انا والله هتوصل اللي بيحاول، وكان عندنا اللي هو جاي، كان عندهم الجاي اللي هو عمل فينت، والتاني ديمري جراي عمل واحده كده والتاني على كايل ووكر، وربنا كرمه وراح مصاب وراح منزل مكانه الاسطوره الحيه ميسي افريقيا اليكس اليوبي. وبعدها الحمد لله رب العالمين ايفرتون ما طلعش من نص ملعبه، خلصنا بقى على كده والموضوع بالنسبه لنا بقى سهل. هو بقى سهل بعد احتراز الهدف الاول بصراحه. مفترض ان احنا يلا عم بيب محتاجين نغير بقى. بيب جوارديولا قال لك الواد في الفودن ممكن يلعب معانا ماتش باريس، نطلعه وننزل مكانه رياض محرز ونقلبها بقى، نودي رحيم ستيرلينج مكانه ناحيه الشمال. طب ورحيم؟ لا يا باشا رحيم ده قصه ثانيه، ده لوحده خالص، ده قاعد في حته لوحده خالص في الكوكب ده. الهدف الثاني بصراحه عجبني جدا من رودري، رودري لما بيشوط دايما بيسجل، بس سبحان الله تحس ان هو محدود في حته الشوط اللي هو رودري. يا حبيبي انت لما بتشوط بتجيبها بقى من بقلل منها ليه يا حبيبي؟ ده احنا بنشوف لعيب زي رحيم بيحاول يلم واحد على واحد، واحد على اثنين وما بيعرفش، ومع ذلك بيكررها. انت لما بتشوط بتجيب، ما بتكررش المحاولات بتاع التصويب ليه يا عم رودري؟ فهمنا طيب.
عشان خاطر نقعد بقى كلنا مستنيين بيب جوارديولا هيغير، لا بيب جوارديولا ما يغيرش، لا نجيب الهدف الثالث، لا رحيم ستيرلينج بيضيع الكره بتاع الدقيقه 77 وكلنا ما فيش اي انبهار ولا في اي استدلال، وخلاص متعودين يا باشا هو كده ما بيعرفش يجيب جوان في الكره السهله، علشان خاطر يجي الهدف الثالث عن طريق برناردو سيلفا، وجوارديولا يجي مقرر ان هو محتاج يغير كره برمر وينزل مكانه الولد الصغير اللي هو جيمس ماكاتيه. وطبعا قبلها كان منزل الاسطوره الحقيقي اللي انا بحبه برضه ناسي ايكاي مكان امريك لابورت، بس الغريب بس ان ايكاي نزل وعمل لك كلين شيت، فسبحان الله هي مشت من عند ربنا النهارده، وبرضه عشان ضعف الخصم يعني ايفرتون كان سيء جدا بصراحه. اما الكلام الكتير بتاع سيد حفيظ الدراجي بتاع ان مرحله بيب جوارديولا قربت على الانتهاء، معلش ما هو يورجن كلوب السنه اللي فاتت خربها مع ليفربول، ليه كلكم ما اتكلمتوش على يورجن كلوب وما اتكلمتوش على سوء اداره يورجن كلوب الموسم ده؟ لو بيب جوارديولا قسما بالله كنتوا شلوحتوه. بس عزيزي مش كل حاجه في عالم كره القدم فيها حياديه، كلها فيها تكويس وكلنا عارفين الكلام ده. فعشان نقفل على الموضوع، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فعادي يا اسطى براحتك اعمل اللي انت عايزه، اعتبر انك شاهدت رحيم ستيرلينج الست دقايق دول.